السلام عليكم. شهر رمضان المبارك، شهر بيستناه المسلمين في كل بقاع الأرض، شهر بيتشارك فيه أكتر من 1.5 مليار مسلم على الكرة الأرضية بنفس العبادات، من صوم وصلاة وقراية قرآن والروحانيات اللي بيتميز بيها الشهر ده. لكن بتختلف مظاهر الاحتفال برمضان من بلد للتانية. احنا في أصله إيه حبينا نجيب لكم فرحة رمضان في بعض البلاد بتكون عاملة إزاي. تعالوا نبدأ بدول الخليج. دول الخليج عموما بتبقى العادات فيها شبه بعضها، أول ما شهر رمضان يجي بيهنوا بعض وهم بيقولوا عساكم من عواده أو مبارك الشهر عليكم. وكمان في تقليد رمضاني خاص جدا مش بيحصل غير في دول الخليج، وهو القريقعان باللهجة الكويتية أو القرنقعو بالقطرية أو القرقعون في البحرين أو القرنقشو في عمان. ومهما اختلفت المسميات ففي الاحتفال ده الأطفال بيلبسوا ملابسهم الشعبية وبيتنقلوا من دار للتاني، وهم بيغنوا ويطلبوا الحلويات اللي هي القريقعان، بيحطوها في أكياس من القماش وبيعلقوها في رقبتهم، وده بيكون في منتصف الشهر يعني في أيام 14 15 16 من رمضان. بس الحقيقة بقى أن رمضان في السعودية ليه جو روحاني خاص جدا ربما مش موجود زيه في أي مكان تاني في العالم، لأنه فيها الحرمين الشريفين طبعا. وعادة أهل المملكة عند الفطار أنهم بيأكلوا التمر والرطب والمية وبيسموه فكوك الريق، وبعدين يروحوا يصلوا المغرب جماعة طبعا. بعد ما بيرجعوا بيبتدوا ياكلوا وجبة الفطار الأساسية بتاعتهم بقى اللي هي إيه؟ اللي هي الفول بالسمنة البلدي أو زيت الزيتون، ودي الأكلة المتصدرة قائمة الطعام في شهر رمضان. ومن الأكلات الشائعة برضو اللي بتبقى على مائدة الفطار جنب طبق الفول السمبوسك والشوربة وخبز التميس، وبيشربوا معاه اللبن الراي. قبل صلاة العشاء والتراويح بيشرب الناس هناك الشاي الأحمر، وبيلف أحد أفراد البيت وخصوصا لما يكون في ضيوف بمبخرة على الحاضرين. في تقليد كمان عند بعض العائلات بأن هم بيحددوا فطار كل يوم من أيام رمضان عند واحد من أفراد العيلة بشكل دوري، وبيبدأوا بكبير العيلة. من الخليج هنروح للمغرب العربي، ومجرد أنه بيتأكد دخول شهر رمضان أهل المغرب بيهنوا بعض وهم بيقولوا عواشر مبروكة، المقصود بيها العشرة التلاتة لشهر رمضان. المسحراتي كمان موجود في المغرب على فكرة، وما زال محتفظ بمكانته رغم دخول التكنولوجيا، بس اسمه هناك الطبال مش المسحراتي. بيفضل أكتر الناس في المغرب الفطار في البيوت، ولما بنتكلم عن الفطار المغربي فشربة الحريرة بتكون في المقدمة. ومش بس كده، دي بقت علامة على رمضان وبتعتبر الأكلة الرئيسية على موائد الفطار في المغرب. هي بتبقى عبارة عن مزيج لعدد من الخضروات والتوابل بتقدم في وعاء تقليدي اسمه الزلايف. الحلويات الرمضانية كمان ليها حضور مهم في المائدة المغربية. في الشباكية مثلا، دي عجينة مخلوطة بالزيت والزبدة واللوز وبتتلف على شكل دوائر متشابكة، عشان كده اسمها الشباكية. في كمان البغرير، دي شبه القطايف كده عندنا بس بتترص بقى فوق بعضها وبيتحط عليها عسل. والكسكس طبعا من أشهر الأكلات المغربية، وحلويات مغربية تانية كتير جدا لو اتكلمنا عنها عايزين حلقات وحلقات. ليالي رمضان عند المغاربة بتتحول لنهار الحقيقة، فبعد أداء صلاة العشاء وصلاة التراويح بيسارع الناس للاجتماع والالتقاء وتبادل أطراف الحديث. وهنا بقى بيجي دور الشاي المغربي اللي بيعتبر أهم عنصر من العناصر التقليدية المتوارثة وعادة بتتناقلها الأجيال جيل ورا جيل. من المغرب هنروح للجزائر. في الجزائر من الوسائل المستخدمة للإعلام بدخول وقت المغرب إضاءة مصابيح خضراء فوق المنارات عند الغروب إذانا بدخول وقت الفطار. ومن المأكولات الشائعة عند أهل الجزائر الطاجين، ده بيقدم في أيام مختلفة من شهر رمضان لكن لازم يكون موجود في أول يوم من أيام رمضان على مائدة الإفطار، واللي ما يعملش كده كأنه مفطرش. بيتصنع من البرقوق المجفف أو الزبيب مع اللوز ولحم الغنم أو الفراخ، بيضاف ليهم حبة سكر وبيكون مرقة بتكون في كثافة العسل كده. من أنواع الحلويات الجزائرية المقروط أو المقروز زي ما بيقولوه، وهو الأشهر الحقيقة. عبارة عن إيه؟ عبارة عن سميد بيكون فيه تمر،
وبالنسبة للأكل في السحور بيكون عبارة عن المسفوف مع الزبيب واللبن. إيه المسفوف ده؟ المسفوف هو الكسكسي المجفف، والأكلة دي هي عادة الجزائريين في السحور. نطير بقى على تونس. بيبدأ التونسيين فطار رمضان بترديد عبارة صحة شربيتكم، يعني بالصحة والعافية. وجرت العادة على إنه يفطر التونسيين على التمر واللبن، وبعد كده يروحوا يصلوا صلاة المغرب ويرجعوا يفطروا أكلهم التقليدي اللي هو إما طبق الرفيسة المكون من الرز المطبوخ بالتمر أو الزبيب والمدموجة، ودي ورقة من العجين المقلي المفتتة ومحشية بالتمر والسكر. بتنظم السلطات التونسية طول شهر رمضان المسابقة الدولية لحفظ القرآن، واللي بيشارك فيها أكتر من 15 دولة عربية وإسلامية. لسه رحلتنا ما خلصتش في رمضان حول العالم، بس دي كانت معلوماتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. استنوني في حلقة جديدة ومعلومة جديدة. وأصله إيه؟ مع أنفين سليم.